افتتح وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل معرض التصميم الهندسي 30 لطلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، وذلك بمشاركة 129 مشروعا طلابيا تهتم بالبيئة الكويتية. معرض طلبة كلية الهندسة والبترول كشف عن مشاريع يمكن استخدامها في تطوير وخلق مدن حديثة ضمن خطة وزارة الإسكان في استقطاب الكفاءات. ما شفت اليوم من الطلبة شيء يبشر بمستقبل يعني زاهر للكويت وقدرات فنية كبيرة، نتأمل حقيقة تطويرها ويعني استثمارها بالشكل الأمثل ما يخدم مستقبل الكويت وتطورها والمضي يعني في جميع المجالات اللي شفناها. الحقيقة هي كلها مجالات مهمة، ونتأمل حقيقة يعني أن يكون لهم الدعم الكامل ويعني كل الدعم المطلوب لتطوير أبنائنا الطلبة. 129 مشروعا قدمت أفكار علمية جديدة بمشاركة أكثر من 500 طالب بمشاريع لا يستهان بها. مشروعنا بكل اختصار تكلم عن مصنع إنتاج الأسيتون. الأسيتون مادة نحتاجها واحد بالأصباغ، اثنين في إزالة الجريز اللي هو المركبات الشحمية. مشروعنا عبارة عن مصنع أوريدي موجود، الهدف مالنا كان تطوير المصنع من خلال عدة تعديلات أضفناها على المشروع. أول تعديل كان هو أسوي أشيل آخر تاور مال المصنع، طبعا العائد مالي إنه وايد وفرت كوست على المصنع. مشروعنا عبارة عن إكسترا سيبريشن تشامبر، مثل ما أنتم عارفين أن النفط لما ننتجه تكون في كميات من الماي، فهذا الماي لازم نفصله، فلأن تكون في عدة مشاكل فلازم أن نفصل النفط عن الماي، فهذه الغرفة راح نحط لها مواد حرارية ومواد كيميائية بحيث أن تزيد نسبة الفصل، تكون نسبة الفصل عندي عالية. سوينا فوركاستينج حق التوتال نمبر اوف ايركرافت، وكان الفوركاستينج من سنة 2005، كانت الديتا من 2005 لسنة 2025، وسوينا فوركاستينج من سنة 2016 لسنة 2016 لسنة 2025. معرض التصميم الهندسي يدعم الطاقات الشبابية بإبراز مشاريعهم وطرق استثمارها، والرعايات الكبيرة حافزة للطلبة لرفع كفاءاتهم العلمية، ما يسهم في تطور البلاد وتقدمها. طلبة وطالبات كلية الهندسة والبترول هم مستقبل الكويت. معرض التصميم الهندسي شاهد من الشواهد على إبداعاتهم. حسن المطيري.